معوقات تحرير السودان بمركز تجميعها في محلية أنبر بولاية الشمال دارفور، قال إن قادة حركات الكفاح المسلح مسار دارفور وقعوا على اتفاقية جوبا عن قناعة تامة لتحقيق السلام، وأشار حجر إلى أنهم حملوا سلاح مجبرين غير راغبين في الحرب، ولم يجدوا أي وسيلة أخرى للمطالبة بحقوق مواطني الإقليم غير الحرب. وأضاف أن ثورة ديسمبر المجيدة تعد امتدادا طبيعي لإرث النضالات والتضحيات للثورات التراكمية عبر تاريخ السودان، داعيا إلى محاربة خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية ولتفويت الفرصة على أن يريدون تفتيت السودان. عندنا مأمورية طويلة من الخرطوم لحد ما وقفنا محطتكم هنا، ومأمورياتنا مستمرة فيها جانبين. جانب الأول زيارة تفقدية لكل قياداتنا مركز الارتكاز ومراكز التجميع الموجودة على امتداد دارفور، سوف نذهب إليهم ونتفقد أحوالهم وسوف نجلس معهم لنتفق معهم في كل الأمور، ودي المهمة الأولى لمأموريتنا. المهمة الثانية أن احنا عندنا برضو زيارة تفقدية لكل المناطق بتاع شمال دارفور، نجي نبدأ من وراء هنا آخر نقطة وبنطلع لحد آخر نقطة في شمال دارفور، لأنه قبل كده احنا قمنا بالزيارات لجنوب دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور وشرق دارفور، ولكن نحن في شمال دارفور هنا ما جينا زيارة تفقدية ميدانية على مستوى الولاية إلى عند استقبال مراكز الارتكاز. كذلك تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر عددا من المرافق الخدمية بمحلية أنبر، شملت مدرسة أنبر المتوسط مختلطة ومدرسة أنبر الثوية بنين ومركز الشرطة المستشفى ومسجد أنبر العتيقة. ودعا خلال تفقد هذه المرافق الاهتمام بالعملية التعليمية بصفتها تمثل أولوية قصوى، ونوه إلى أهمية تلك العقبات التي تواجهها عبر الجهود الرسمية والشعبية. أنا شايف يعني ما داير استعجل، لكن شايف التقصير يعني ما حاجة ما قدرت أفهم مدير تنفيذي لمحلية كاملة فيه مجموعة مجالس قرى وفيه مجموعة وحدات إدارية، ما قادر أتفهم إنه ما عنده وسيلة بتاع تواصل، ما قادر أتفهم يعني ما قادر أتصور الموضوع بشكل كده. يعني دي مؤسسة حكومية اللي هو مستوى من مستويات الحكم، من المفترض تكون عندها آليات، المفترض تكون عندها على الأقل يعني دي حاجة واجب، دي ما حقوق، ده واجب بتاع الحكومة. وبالتالي نحن جايتنا دي جايين نتفضل وجايين نشوف ناس الحكومة زي عمل شنو، ونحن ذاتنا دي سلام دي عملنا شنو وحسن عمل شنو، لكن بالتأكيد مواد تعليمنا غير له قاعدة. يعني موضوع زول يجي يجيب يقول أنا ببني فصل، ولا موضوع أنا بيجي بيقول أنا ببني لي داخلية، ولا يقول ميز بتاع معلم. موضوع البنى تحتية موضوع داير استراتيجية على أساس الناس يمرقوا من الموضوع ده. أجاز قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء رئاسة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق مسودة الاستراتيجية الوطنية الخمسية حول إيجاد حلول للنازحين والعائدين واللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتهدف الاستراتيجية إلى تهيئة ظروف للنازحين والعائدين واللاجئين بإيجاد حلول تسمح بإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة واستقلالية وانسجام تام مع المجتمعات التي تستضيفهم وفق احترام كامل لحقوق الأفراد. وأكد الاجتماع أهمية الاستراتيجية لمراقبة حركة البور في حدود السودان ومراجعة وتفعيل القوانين الخاصة بضبط حركة الوجود المائي
بالبلاد. وقعت وزارة الدفاع مع نظيرتها اليمنية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتأهيل القيادة، كما هدفت المذكرة لتشجيع الزيارات المتبادلة على المستويات كافة. وقع عن السودان وزير الدفاع الفريق أول ركن ياسين إبراهيم، عن اليمن وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن محمد حسين. وتضمنت المذكرة تقديم الدعم اللازم المتعلق بعمليات السلامة وإدارة الأزمة وعمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية بجانب تبادل الخبرات. وأكد وزير الدفاع خلال التوقيع دعم السودان للشرعية اليمن، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة أكبر دين على حرص السودان وعلى دعمه ومساندته لليمن. من جانبه امتدح وزير الدفاع اليمني العلاقة الأزلية بين السودان واليمن. لقد كان لإخواننا وأشقائنا من جمهورية السودان شكل حالة القوات الاتحاد العربي، واستطاعوا خلال الفترة السابقة أن يكونوا مشاركين فعاليين، بل إنهم أكثر أن يقدمون أرواحهم ودماءهم في سبيل نصر اليمن. ونحن مدانين، يعني مدانين اليوم إلى أن تقوم الساعة بمثل هذه التضحية التي قدمها أخواننا من شعب السودان، وما توقيع اتفاقية اليوم لتفاهم بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة السودانية إلى خير دليل على ذلك، لفتح علاقة واسعة خلال الفترات القادمة سوف تزداد مجال التعاون فيما بين البلدين على كافة المجالات. الباب مفتوح على صحيح على للإخوة في اليمن لكل ما هو ممكن، وفي السودان انه الناس تساعد وتوفر لخلق الشرعيه ولخلق كل ما هو يدعم الاستقرار ويساهم في التنميه بالنسبه لليمن، حتى وانها تعود قويه كما كانت وتظل قويه كما نعلم ونحلم نحن هنا في السودان، بانه اليمن لا بد انه يكون سعيد وهو اليمن السعيد. رئاسة هيئة الكهان، قيادة القوات البرية، سلاح المدرعات. كرنفال خريج الدمعة 72 مستجدين تحت شعار المدرعات سياج الوطن. احنا فرسان سلاح المدرعات. برعاية السيد قائد سلاح المدرعات سيادة اللواء الركن أحمد صالح أحمد عبود. السيد أفندي الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل قائد القوة البرية الأمان صباح الدين 26 ديسمبر 2022. المكان سلاح مدرعات. القيادة العامة للقوات المسلحة. تعلن الإدارة العامة للشؤون المالية بالقوات المسلحة معاشات عن المراجعة الدورية لمعاش الضباط وضباط الصف والجنود والعائلات، وذلك في الفترة من الأول من يناير وحتى 31 من مارس 2023. وستتم المراجعة لولاية الخرطوم ببرج المعاشات بالخرطوم، وعلى المعاشيين وعائلاتهم بالولايات مراجعة المكاتب المالية لديهم. على المعاشيين الحضور إثبات شخصية، بطاقة قومية أو جواز سفر سري مفعول. كما ستتم المراجعة للعائلات حسب المستندات الآتية: إثبات شخصية للأحياء، إقرار بعدم الزواج للأرامل، إقرار بعدم الزواج بعد العمل بالحكومة للبنات المستفيدات من المعاش، ومستندات أخرى يجب التعرف عليها بالاتصال على الأرقام 0100-177-09-09-03-17-94 0900-93-855 واثنان ساعات رسمية.
اهلا بكم. شن وزير الصحه الاتحاد الدكتور هيثم محمد ابراهيم الحمله القويه لمكافحه مرض الملاريا وتوزيع الموصيات المشبعه بولايه كسلا. واشاد الوزير بهو حكومه ولايه كسلا في مكافحه نواغ الامراض سيما الملاريا، وثمن دور المنظمه الصديقه والمجتمع الدولي ومنظمه اليوسف والصحه العالميه في دعم واسناد جهود وزاره الصحه الاتحاديه لمكافحه مرض الملاريا. ذلك في الاحتفال الذي نظمته وزاره الصحه الاتحاديه للتدشين. قبر تراثي ولوحه فلكلوريه عبط عن تعافي ولايه كسلا معنويا من امراض العنصريه والجهويه وصولا لمرحله التعافي الجسدي من مرض الملاريا بتوزيع الناموسيات مشبعه بحضور وزير الصحه الاتحادي وحكومه الولايه. الصحه دي تكون جذر للتنميه والسلام ويكون المنطلق من كسل ان شاء الله. والاحصائيات المخيفه للملاريا الوفيات والمرضى والتدهور الاقتصادي تكاد تكون الملاريا على مر السنوات فاتت هي على قمه الاوبئه في السودان. مرض الملاريا ومن الامراض التي تؤثر على الامن القومي السوداني وتؤثر على الصحه على التنميه مشروع التنميه وعلى مجمل العمل الاقتصادي في البلاد. نزمن هذا الجهد لدحر الملاريا في السودان. مدير عام وزاره الصحه بولايه كسلا اشار لخصوصيه الولايه في موقعها الجغرافي والتحديات التي تمر بها سيما الجوانب الصحيه. ولايه كسلا معروف بالجميع هي ولايه لها خصوصيتها موقع جغرافي وبحدودها المشتركه مع دول الجوار دفق اللاجئين والنازحين، بتحتاج لتضافر الجهود على كل الاصعده. المدير التنفيذي لمحليه كسلا وجه رسالة للحكومة الاتحادية والمكونات السياسية لتحقيق المطالب الأساسية للمواطنين في صحتهم ومعاشهم. رسالتنا بنقول للسياسيين بشكل سديد، لكن والله بنقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله يا الشعب. كفاية مشاكسات وكفاية معاكسات، يعني ما ممكن احنا يا جماعة الليلة نجي طفل يعني عشان تقرض عقرب في اغاصي ريف ما يلقى علاج، ونحن هناك نشاكس على الرباعيه والثلاثيه والترويكه، ما خاف الله. احتفال وزاره الصحه التقنيه الاجتماعيه بتوزيع النفسيات المشبعه تظاهره ثقافيه واجتماعيه ونشر للوعي الصحي بين المواطنين. خط التلفزيون السودان ولايه كسلا. كذلك تفقد وزير الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم مستشفيات كسلا التعليمية التخصصية للأطفال للوقوف على مستوى الخدمات وتقييم الأداء ومعرفة المعوقات التي تعترض سير تقديم الخدمات بهذه المستشفيات، والسمع إلى التنوير إن شاء الله من المدراء العموميين حول عمليات التأهيل والصيانة التي تمت بعدد من الأقسام بدعم من المنظمات في توسعة برامج تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمستشفى كسلا التعليمية. وأكد وزير الصحة الاتحادي دعم القطاع الصحي بولاية كسلا وتوفير احتياجاته الأساسية وتوفيق أوضاع الكوادر الطبية، كما اطمأن على موقف الإمداد الدوائي من خلال زيارة المنطق القومي للإمدادات الطبية بكسلا، مثمنا الدور الكبير لمنظمة صندوق إعانة المرضى في تقديم الدعم لمستشفى كسلا التخصصي للأطفال، مؤكدا التزامه بتدريب الكوادر العاملة بالعناية المكثفة وبتكملة النواقص في الأجهزة والمعدات والتوزيع الاختصاصيين ضمن مشروع توطين التخصصات بالولاية. حقيقة مستشفى كسلا التعليمي تشهد تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة، يعني احنا يعني مطمئنين تماما في هذا الأداء وفي التطور الذي تشهده هذه المستشفى، وكانت هنالك إشادة بالإدارة المستشفى. من ناحية أخرى أيضا السيد الوزير والوزير المرافق قمنا بالزيارة للمركز التوزيع للناموسيات تدشين توزيع الناموسات المشبعة بصورة عملية أمام الجميع، يعني
وبعد العمليات التسجيل وكيفية الاستلام للناموسيات المشبعة كتكمل البرامج اللي كان بدأ هذا الصباح. حقيقة الجولة لم تنتهي بعد، وسنقوم بتطواف لكل المؤسسات الصحية وهناك برنامج عمل متكامل فيه اجتماعات وقام مع شركاء وزيارات. دشن مدير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان دكتور إبراهيم فضصيد الأنصار الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة بمحليات الولاية كافة، وأكد الأنصار أن الحملة تهدف القضاء على نواقل الأمراض ومكافحة الملاريا ودعم المواطنين إلى استخدام الناموسيات بالطريق الأمثل لتقليل نسبة الإصابة بالملاريا، وأشاد بجهود وزارة الصحة الاتحادية والمنظمة الدولية في توفير الناموسيات المشبعة لمواطن الولاية. اليوم تم يعني تدشين الحملة القومية لتغطية الحملة بالناموسيات، وهي طبعا يعني جاية بدعم من الاتحادية من وزارة الصحة الاتحادية، والأعداد الحمد لله وصلت لولاية شمال كردفان يعني توزعت في كل المحليات الثمانية وفي حيث الشيء كان أكثر من 32 مركز. نحن اليوم الحمد لله تم التدشين في مركز في حي طب شمال. نحب نشير للمواطنين جميعا بأهمية استخدام النواميس والناموسيات في الفترة القادمة. الحمد لله اليوم بدأ التدشين للحملة القومية لتوزيع الناموسيات 2022 بمستهدف 1,635,160 ناموسية، بتهدف لي كل محليات الولاية الثمانية. إن شاء الله الحملة الجزء الثالث من الحملة اللي هو جزء بتاع التسجيل. الحملة بدأت لي يوم 29/11 وحتستمر لي لحد 28/12 إن شاء الله. كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور محمد الحسن دهب عن تخصيص وزارة المالية مبالغ مقدرة في موازنة العام القادم للبحث العلمي للاستفادة من مخرجات في معالجة المشكلات الاقتصادية والبيئية والطاقة والتعدين. وأشار في حديث حول ملتقى البحث العلمي والابتكار الثاني إلى أن هناك بحوثا جاهزة معالجة الصرف الصحي لكل المدن السودانية بجانب بحوث الطاقة المتجددة، وتعهد الوزير بدعم البحوث العلمية وبنشرها في الدوريات العلمية والمجلات المتخصصة، موضحا أن الوزارة دعمت معامل الجامعات الحكومية وأنشأت 6 معامل إقليمية مخصصة للبحوث. نحن يعني إن شاء الله من خلال هذا الملتقى نجتهد في أنه يعني يكون معنا كل أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والوزارات المختلفة حتى نتكامل ونستفيد من مخرجات هذه البحوث. بحوث يعني الناس اشتغلوا العلماء من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، وبحوث في مجالات المختلفة من الزراعة، إنتاج حيواني، طاقة، وحتى المجالات الإنسانية والتقنية والفنية. كل هذه المجالات عندنا خرجات قيمة جدا، وعندنا ابتكارات للشباب، وهذه ابتكارات مميزة، ونتمنى أن الناس كلها تتعاون وتتكاتف عند الدولة تستفيد هذه المجالات. وللمزيد من الإضاءات حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عصام أحمد حسن مدير الإدارة العامة للبحث العلمي والابتكار. دكتور أهلا بك، وبدءا حديثنا أكثر عن هذا الملتقى وجهة المشاركة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ إن شاء الله بإذن الله سيبدأ الملتقى يوم الاثنين 26/12 جلسة الافتتاحية إن شاء الله تكون من الساعة 9، وبعدها حتكون هناك في ندوة يقدمها البروفيسور محمود أحمد صقر من جمهورية مصر العربية رئيس أكاديمية البحث العلمي عن البحث العلمي والتنمية المستقبلية.
الوزارة، وحيكون هنالك افتتاح معرض رجالة البحث في منطقة البحث العلمي في مدرسة اليوم من الساعة 10 للساعة 12، ثم هنالك جلسة ثالثة عبارة عن ورشة للحاضنات وتجارب ناجحة قناة ناضية في هذه الحلقات موجودة في المعرض، وأيضا لها ورشة تفصيلية عن هذه المنتجات في الحاضنة. نعم. من حوالي 16 حاضنة إن شاء الله تعرض بعضها من الساعة 1 حتى الساعة 3. اليوم الثاني واليوم الثالث إن شاء الله تكون هناك ورش وصاحب المعرض، ورشة العلوم الهندسية، ورشة العلوم الطبيعية، ورشة العلوم الأساسية، ورشة العلوم الطبية، ورشة العلوم الإنسانية والعلوم الاقتصادية والتربوية. كل هذه التخصصات إننا أبحاث لها خلاصات جاهزة ومحكمة إن شاء الله في هذه الورش بالضبط داخل المعرض. يهدف هذا المستوى إلى تسويق أو إخراج مخرجات البحث العلمي للثلاث سنوات السابقة للمنتجين أو المستثمرين في القطاع الخاص، ونستهدف أيضا القطاع العام وزارة التجارة وزارة الصناعة. دكتور عصام، يعني حديثك هذا يدفعني لسؤال، يعني ما هو حجم مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات والشركات المعنية بالاستفادة من مخرجات البحث العلمي؟ في الدعوة نحن هدفنا دعوة لكل القطاعات الشركات والمؤسسات ورجال أعمال وغرف تجارية وغرف صناعية وشركات دوائية، كل ورشه حدد المدعوين حسب المنتج الخاص بهذه القطاع الخاص. يعني طبعا القطاع الخاص يعني للان لم يلج او لم يدخل في او لم يصدر هذه الابحاث في التنميه او في تطوير المجال. احنا نهدف من هذا المنطقه أن هناك قناه ناضيه، هناك بذور محسنه، هناك ادويه صيدلانيات، هناك زيوت والنبات الارضيه، هناك اغراض متجدده، هناك اعلاف، هناك اسمده، هناك تطور طبي في رسم الخلايا الجذعيه، عندنا هناك تميز، عندنا براكستروميز في المايستوما الأكبر علاج أمراض المايستوما في القرن الأفريقي والعربي جامعة الخرطوم، هنالك علاج بالليزر من العيادتين إن شاء الله للخارج الجزئي والعلاج بالليزر في هذا المقر. بالإضافة لكل هذه المنتجات، كل هذه المنتجات يمكن أن تدخل ضمن منتجات القطاع الخاص. علينا الدولة أنه هذا المنطقة يكون فاتحة أو كسر الحاجز القديم بين الأبحاث أو المنتجات البحثية والقطاع. نتمنى. إذن شكرا جزيلا للدكتور عصام أحمد حسن مدير الإدارة العامة للبحث العلمي والتجارة، شكرا لك. أكد وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الفوري موافقة ولاة الولايات على زيادة في مرتبات العاملين بحسب ما نص عليه القرار رقم 380، وأضاف أن الزيادة أصبحت واقعا ما شاء، وأشار لدى خطبته الاحتفال بعيد الاستقلال وبإنجازات الوزارة للعام 2022 إلى زيادة في طبيعة العمل ب 40% فضلا 40% للعاملين في التعليم العام و 75% في التعليم الخاص و 10% للتعليم الفني. من جانبه كشف رئيس لجنة كتاب المدرسي صلاح الطيب عن إلغاء هيكل 2020 الذي لكون لا يستوعب جميع العاملين بالوزارة واستبداله بهيكل 2017. الحمد لله الآن
استطعنا أن نطبق الزيادات اللي 70% من الأجر الأساسي عبارة عن طبيعة عمل وعبارة عن 50% علاوة معلم إضافة ل 40% للعاملين في عقد التعليم من موظفين وعمال، وكذلك بالنسبة لناس التربية خاصة 75% إضافة للتعليم الفني زيادة 10%، وإضافة ل 10,000 لمدير المدرسة و 5,000 لوكيل المدرسة. هذه الأشياء طبقت داخل الوزارة. نتمنى من الأخوة الولاء حب اجتماعنا معهم السابق أن يقوموا بتنفيذ هذه المنشورات التي صدرت إليهم من ديوان الخدمة بواسطة المنشور الذي صدر من مجلس الوزراء بالقرار رقم 380 الذي تمت فيه زيادة. هذه عبارة عن البداية. نتمنى أن نوفق في بداية العام 2023 أن يكون راتب المعلم هو أعلى راتب في الدولة. نتمنى ذلك. بحث رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل مولانا محمد عثمان المرغني بداري ابو جلابيه مع وفد الاداره الاهليه بشرق السودان قضايا هما شرق السودان. واكد نائب رئيس الحزب مولانا جعفر المرغني ان اللقاء يهدف للتواصل مع مكونات الشرق لتحقيق الوفاق الوطني الشامل ولحل قضيه الشرق الاسلامي بشكل ايجابي في جمع كل الفرق في منبر واحد. وكشف عن مولانا محمد عثمان المرغني للمنبر التفاوضي بين أبناء الشرق لحل مشاكل الشرق السودان حلا جذريا ولتحقيق التوافق السياسي والمجتمعي والتنمية في كل أنحاء البلاد. من جانبه قال مثل وفد مكونات الشرق عمدة الأرتي عبد الله محمد أبو آمنة قال إن الوفد حمل مولانا المرغني مسؤولية حل القضايا الخلافية في السودان، وأكد أنهم يد واحدة خلف قيادة زعيم خدمية حتى يتم بناء بلاد وتحقيق الأمن والاستقرار. واللقاء كان تناول القضايا شغل السودان وأهمية التوافق بين أبناء الشرق من أجل أنه يكون في السلام والتنمية بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة القادمة. ومولانا السيد محمد عثمان المرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريق الخامية قال للقيادات أجمعين بعد الترحيب بهم إنه هو إن شاء الله سوف يتولى أمر جمع الفرقة بين أبناء شرق السودان. فحملنا مولانا ومولانا جعفر إنه القضايا الموجودة بين الفرقة في شرق السودان يتحملوهم يحلوها عشان الناس بيد واحدة وتبني البلد، والبلد ده حصل في مرحلة البناء. فلذلك نحن عايزين نخش كأبناء شرق السودان متحدين بهذه المعركة. وحملناها مولانا ونحن واصلين انه الناس ما دام مولانا خش فيها انه ناس شرق السودان ثاني ما في مشاكل تقدر نزيعها ولا نقدر نكلم الناس وكذا. أكد رئيس المجلس الأعلى للإدارة الأهلية للسودان صديق ودع على مخاطبته الملتقى التفكيرية لقيادة الإدارة الأهلية حول الوضع راهن، أكد أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تحتاج جهود للسودانيين لأن الوضع الحالي لا يحتل التنافر ولا الخصومات السياسية، وإنما يحتاج إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وخطاب الكراهية. من جانبه قال الناظر سرور محمد سرور رملي أن الإدارة الأهلية ما زالت مستودع الحكمة ويجب أن تلعب دورا مهما فيما يدور بالبلاد خاصة وأن هناك قضايا تحتاج إلى الحكمة والحنكة. لدى زيارته دولة أتريا وقف حاكم إقليم دارفور مني أركم ناوي والوفد المرافق له على تجربة الأريتريا في مجال مشروعات حفظ المياه وإنشاء السدود والزراعة وصناعات تحويلية. وهدفت الزيارة إلى نقل التجربة الأريترية إلى دارفور لدعم جهود حكومة الإقليم بالتنمية والتعمير.
اجتمع وفد من حكومة إقليم دارفور برئاسة حاكم الإقليم ياكوم الناوي وعدد من ولايات دارفور المستشارين. اختتم زيارة لدولة إريتريا بهدف الوقوف دنيا على بعض المشاريع التنموية. خاصة احنا في ولايات دارفور نحتاج لعمل العديد من السدود بالإمكانيات المحلية بتاعتنا، خاصة أن هذه الإمكانيات يعني متوفرة سواء كان الحجر سواء كان الرمل الأخرب، وقضية السدود نحن تقدم لنا خدمة كبيرة جدا في الإقليم وفي الولايات بالتحديد، خاصة بتعالج لنا مشاكل كثيرة، مشاكل الرعاة، وتعالج لنا برضو مشاكل توفير المياه لحصاد المياه، خاصة كثير من المياه إنها بتمشي لدول تانية. تمتاز بسلالات حيوانية جيدة وكلها شاهدنا مثلا الألبان وصناعة الألبان الأخرى الكثيرة الموجودة بهذه المزرعة، وهذا نموذج لشراكة القطاع الخاص مع القطاع العام. أعضاء الوفد قالوا أنهم لمسوا تجربة ممتازة بإريتريا في مجال الصناعة البلاستيكية وصناعات الأسمنتية، مشيرين إلى أن دولة إريتريا الشقيقة تتشابه في كثير من المجالات مع السودان لا سيما إقليم دارفور. في دولة إريتريا الشقيقة خبراتهم عالية جدا في مجال السدود والكباري. نحن أتينا لهنا لنقل هذه التجارب إلى إقليم دارفور في القريب العاجل. إحنا في إقليم دارفور بحاجة إلى مشروعات تنموية، يعني هذه المشروعات عشان نقدر نعرف بيه الفخر ونقدر نقبله السلام. يعني نتكلم عن السلام، نتكلم عن مشروعات تنموية، تغيير حياة الناس من الوضع الموجود يعني. فلتجد فجد بالنسبة لنا إحنا في وزارة الزراعة والتربية، وهننقل هذه التجربة بحذافير في إقليم دارفور. ومن المتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن خلال شراكات وتعاون بين حكومة الإقليم ودولة إريتريا بما يعود بنافع على الشعبين الشقيقين. ناقش رئيس المفوضية القومية للحدود مع سنغو خلال اجتماعه نيالا مع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور رئاسة الوالي بالإنابة بشير مرسالة وبحضور الأجهزة التنفيذية لحياة تولوس رهيد البردي دمس ودافوق، ناقش كيفية الفصل في النزاع حول الأراضي بين قبيلتي التعايشة والفلاتة. دعا رئيس المفوضية القومية للحدود الجميع للاستماع لصوت عقل والبعد عن الصراع، وأشار إلى أن النزاعات القبلية بجنوب دارفور لا ترتقي أن يراق فيها دم شخص واحد، وقال إنه سيعقد سلسلة من لقاءات مع جميع الأطراف للحصول على المعلومات الكافية حول النزاع لإيجاد حلول ناجعة للنزاع القبلي. النزاع فيما يتعلق بالأرض بين قبيلة الفلاتة والتعايشة نحتاج لمخرجات وقف العدايات الموقعة في 29/6/2022 بين الطرفين، والحمد لله هناك التزام تام. نحسب أن حضور هذه اللجنة يعني إن شاء الله حد نهائي لهذا النزاع لأنهم جهات مختصة. أؤكد للجميع أننا إذا ننظر لموضوع أو قضية فيها اختلاف فنحن محايدين جدا، نتبع لمجلس السيادة ولا تبعية لنا لأي وزارة من الوزارات أو أي ولاية من الولايات، ونحن نحكم بالعدالة بما لدينا من معلومات وفق الأسس والمبادئ التي وضعتها المفوضية القومية للحدود. ونرجو من الجميع ألا يستعجل، هذه النزاعات هي نزاعات حقيقة لا تسوى أن يرهق فيها الدم مسلم واحد ولا واحد، لا تسوى أبدا، لأنها هينة ولينة بالنسبة في المفوضية، ونستطيع أن نفضها في وقت قصير
لكننا لا نستطيع أن نعيد روح من مات. في جنوب كردفان تسلمت لجنة نازحي للجاوة بكل من الدلنج وكدل بمباني إدارة الأوقاف بولاية جنوب كردفان كميات من المواد الغذائية ومواد وأكد ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور عباس عبد الجبار محمد أن القافلة تحتوي على 25 طنا من المواد المختلفة وتأتي في إطار اهتمام الوزارة بإشاعة قيم التكافل والتراحم والتسامح وتعزيز التعايش التلي وقبول الآخر. إلى القضارف فيها جدد وليها المكلف محمد عبد الرحمن محجوب خلال تخريج الدفعة رقم 300 جدد قدرة القوات المسلحة الفعلية على الدفاع عن حياض الوطن وتأمين المواطن وإسهام في الإعمار والتنمية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية بمنطقة الفشقة. رفعا للقدرات وترقية للعمل الأمني جاء احتفال شرطة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة بتخريج دورة استخبارات الأساسية جناح متحرك رقم 300 بعد أن نالوا جرعات تدبيرية تمكنهم من تطوير وترقية الأداء، ذلك بمشاركة عدد من قيادات الأجهزة الأمنية بالمركز والولاية. كان لها أثر واضح بالإضافة للتدريب الذي تلقوه شاركت هذه الدورة في مع بلدية القضارف في إنجاح العديد من الحملات وانعكس ذلك إيجابا ووجد الغلول والاستحسان من مواطني القضارف وأكد الشعار الذي يرفع دائما جيش واحد شعب واحد ليكون إضافة للمسرح الجناح المتحرك رقم 100. حقيقة تلمسنا من هؤلاء الفتية الانضباط بأن هؤلاء الكوكبة سيكونوا بإذن الله تعالى إضافة حقيقية للأمن في المنطقة. نرجع بسيط لأنه التأهيل من أساسيات العمل الاستخباري. قائد الفرقة الثانية مشان وركن الطاهر أحمد سمو المتدربين للانضباط ولاية الحس الأمني والتعاون مع الجهات ذات الصلة لمحاربة الظواهر السالبة. ونحن بنعتبر في الفرقة الثانية المنطقة العسكرية الشرقية كلها عموما انه ده كسب كبير جدا جدا لنا، ونتمنى ان تتواصل مثل هذه الاحتفالات بغرض ان منطقة المسؤولية في المنطقة الشرقية تعيش أجواء تحتاج لحس أمني عالي لا يمكن تلبيته إلا بالدورات الاستخبارات المباشرة. والقضار المكلف محمد عبد الرحمن محجوب امتدح جهود القوات المشتركة من الأجهزة النظامية والمرابطين على الثغور الذين ظلوا يحققون الإنجاز والإنجاز حفاظا على مكتسبات البلاد. كنا الأعمال واضحة بالنسبة لنا القوات المسلحة خاصة بالشريط الحدودي في مناطق الفشقة. نتحيى أخواننا بعد اللواء الطاهر الأخوان المهندسين الموجودين بيناتنا، إن شاء الله نطمح في المزيد في 2023 بإذن الله تعالى. وش الدار أقول إن شاء الله نحن عندنا إعلان إنه حنعمل لنا أنا قابلت أخوي الدفاع سيد فريق ياسين واتفقنا نكون عندنا 2 كوبري المواد المسلحة ساهم معانا فيهم. الآن حنعمل دبة البداية. خرجوا دورة الاستخبارات الأساسية لما نسوي شعبة الاستخبارات العسكرية يأتي دعما للعمل الأمني تحقيقا للمكتسب. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. احتفلت الفرقة 17 مشاة بولاية سنار بتخريج الدفعة 24 مستجدين بتشريف والي سنار العالم إبراهيم النور وقائد القوة البرية اللواء ركن رشاد عبد الحميد، وامتح الوالي الدورة البطولية للقوات المسلحة في حفظ التراب الوطني وأمنه.
بمشاركة 9 من الأسر بولاية سنار احتفلت قيادة الفرقة 17 مشاه سيئة بتخرج الدفع 24 مستجدين بتشريف والي سنار العالم إبراهيم النور وقائد القوات البرية. وتلقى دفعة المتخرج كافة الفنون القتالية التي تؤهلها لشرف الجندية. يطيب لي أن أحييكم في هذا اليوم الذي يعد يوم عشر من أيام الرقة 17 مشاة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يريدنا أن تشاركونا فرحة تجد 24 مستجدات الرقة 17 مشاة بعد أن مكثوا 6 أشهر نهضوا فيها من العلوم النظرية والتطبيقية. يقول لي في هذا اليوم أن أرسل رسائل شكر وعرفان وامتنان لكل من ساهم في إعداد وتدريب الدفعة من مساهم للتجنيد إلى مراسم التخريب. قائد القوات البرية أكد مسك القوات المسلحة السودانية عد تهاونها في الدفاع عن تراب الوطن. الأسر الكريمة التي دفع لنا بفلزات أكبادها للدفاع وحوض الدفاع عن الوطن، فهيا لكم كل الأسر الكريمة التي حضرت من الصباح الباكر لتخريج أبنائها، نحن نقول لكم كل الأسر الكريمة إن هؤلاء هم أبناؤكم، أبناء هذا السودان، هم الذين سيدافعوا عن هذا السودان، وهم الذين سيكونوا يدا قوية تضرب من حليب لكل أن تسوي له نفسه إنه يمس ذرة من تراب هذا الوطن. ولسنار العالم إبراهيم النور امتدح دور القوات المسلحة في حماية أمن الوطن وترابه مؤكدا دعمه للقوات المسلحة. 1507 1507 غيز في وغر أعداء هذا السودان، 1507 جندي الآن يحتلون هذا الملعب، هذا الملعب الأنيق، وذن يؤمنون هذه الولاية وهذا السودان الكبير. شكرا لهم جميعا، وشكرا لمن تشرفت القوات المسلحة بانضمامه لها. 1500 جندي دفعت بهم قيادة الفرقة 17 مشاة بولاية سنار للانضمام إلى شرف الجندية والمساهمة في الدفاع عن الوطن وأمنه. الهادي إسماعيل، تلفزيون سودان، ولاية سنار، مدينة سيئة. بولاية الخرطوم أكد الولي المكلف أحمد عثمان حمزة أن حكومة الولاية تعطي الأمن أولوية قصوى لحفظ أرواح وممتلكات المواطنين، لذلك تعمل على تأهيل أقسام الشرطة بالمناطق الطرفية. تعمل سلطات ولاية الخرطوم على تأكيد دعم الأمن بكل أرياف محليات الولاية، لأنها تمثل بوابات لولاية الخرطوم، ولأن ترسيخ الأمن يعتبر قيمة إنسانية واجتماعية، بخلاف أنه مسؤولية أخلاقية هذه التنفيذي. لذلك تدعى السلطات بالتنسيق مع الجهات الشرطية لزيادة رقعة العمل الشرطي بكل المحليات، بافتتاح الأقسام ووضع الارتكازات الأمنية خاصة في الريف الغربي لمحلية أمدى باعتبار منطقة ذات كثافة سكانية وحدودية. عملنا برنامج إنه التنمية في موازنة 23 ما تقل من 50%. في ناس جماعة ما عندهم مدارس بيقروا في ولايات اللي جيناهم في ولايات الخرطوم، بيقروا في ولايات ثانية، في ناس جيناهم بتعالي في ولايات ثانية، فيها بعيدة نائية. فدار أقول نحن ما يتاح إلا نشوف كل الخدمات والأشياء اللي التزمنا بها والأشياء المفروض تعمل، وده بمعرفتكم أنتم تحددوها ترفعوها عبر المحلية. وأحدثت الزيارة ضخم شعبي وتدافع جماهيري من خلال الحشود الشعبية والتي تتعشم في تلبية أشواقها في الصحة والتعليم والخدمات الأمنية بكل الأصقاع البعيدة. هذه المشروعات الخدمات الشرطية على رأس هذا الصرح اللي فتحناه قبل شوية، أيضا في صور أخرى
في نصيف وفي مواقع اخرى ان شاء الله حتفتح في اطار الخدمات الشرطيه. نتمنى ان تكون زياده من الارتكازات، زياده من النقاط في المناطق التي تبعد عن مركز الخدمات. وركزت الزياره بشكل اساسي على تفقد الخدمات ومتابعه عمل المؤسسات الشرطيه افتتاح عدد من مشروع المياه، لأن الماء يمثل عصا الحياة عطفا على معاناة قطاع مجتمعية كبيرة من مياه الشرب. ولذلك نحن إن شاء الله حننحاز لكم في الريف، في هذا الريف بالذات ما يحياز لأنه ما يلتقي المناطق الأخرى، ولكن نعلم أنكم تعانيتم كثير ده. ولذلك لازم نلحقكم بقية الناس ونوفر لكم كل اسباب الامن والترف في هذه الولايه. يمكن السيد بدا بدايه كبيره جدا. اخونا القسم ده عشان يستمر محتاج برضه لابنائكم. لابد يا اخواننا احنا نفتح لكم 100 خارج وابنائكم ندربهم. زياره ولايه الخرطوم لمحليات الولايه وريفها البعيده تاتي لمتابعه افاده التوجيهات الثائره خاصه في المشروعات الامنيه والتي تظهر اهتمام الولاية في إطار محافظتها على أرواح ممتلكات المواطنين من كل المهددات الأمنية. ياسر المساعة، تلفزيون السودان، الخرطوم. سيارة صندوق تنمية دار قلق قفلة الإعمار ما دمرت الحرب وتهيئة المناخ لعودة المزحين واللاجئين معسكرات شرق شهد من قراهم في ظل الاستقرار الذي تشهده المنطقة، ويشرف يشرف برنامج القافلة بعد غد السبت عضو مجلس السيادة طاهر حجر رئيس تجمع قوى حرير السودان ليزور ولاية تشيم دارفور هذه الأيام. وضح رئيس صندوق مهندس سليمان نور جبارة أن القافلة ستقدم برامج لدعم السلام والسجل الاجتماعي بجانب تقديم خدمات علاجية مجانية ولتدريب المزارعين على استخدام الطاقات الزراعية الحديثة من أجل زيادة الإنتاج ورعاية بيطرية ودعم مشروعات المياه والتعليم ومشاريع سبل كسب العيش. القافلة يحتوي على محاور أساسية. المحور الأول محور الدعوة للإرشاد من مركز الإرشاد بجامعة الفاشر لتقديم توعية وإرشاد كامل ولرتق النسيج والتعايش السلمي، النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي. المحور الثاني محور الصحة، هناك اختصاصيين من مختلف التخصصات لتقديم خدمات جديدة للمواطن في مجال الكشف و الفحوصات والعلاج الجنائي. في مجال الزراعة هنالك مهندسين مختصين لتقديم ارشاد زراعي لتقديم الخدمة التقنية ولزراعة المحاصيل الاقتصادية في سبيل زيادة الإنتاج والإنتاجية. أهلا بكم من جديد. يتواصل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة بالأخبار الاقتصادية التي ينضم إلينا فيها الأستاذ أسامة الجحفري. مساء الخير. شكرا رويدة. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ناقشت وزير الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مني مهدي مع السفير المملكة العربية السعودية السفير علي بن حسن جعفر العلاقات الثنائية والمشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان. وكشف الوزير عن الإعداد لوضع مصفوفة تناول رؤية استثمارية موحدة لمنفعة الشعوب العربية عامة،
ودعت إلى إقامة المشاريع بمناطق الإنتاج لإحداث تنمية متكاملة. انطلق بولاية شرق دارفور مشروع تقوية الشراكات الشاملة لصغار المنتجين في مناطق الزراعة المطرية بين وزارة الثروة الحيوانية ومفوضية العون الإنساني ومنظمة زوا بتمويل وزارة الخارجية الهولندية بمبلغ 23 مليون يورو. ويتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات بولاية شرق دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور وجنوب كردفان، ويهدف إلى تقديم الدعم لإدارات الإرشاد بالولايات المستهدفة. دشن ولي سنار العالم إبراهيم النور احتفالات أعياد الحصاد بمحلية الدال والمزموم وسط توقعات بنتيجة عالية لمحصول الذرة، وأكد الوالي الاهتمام بالزراعة وتوفير مدخلات الإنتاج. وسط إنتاجية عالية للفدان انطلقت عمليات حصاد الذرة بمحلية الدال والمزموم، حيث دشن والي سنار العالم إبراهيم النور وأعضاء حكومته حصاد الذرة بمشاريع زراعة الآلية الشرقية المزموم، وناشد عدد من المزارعين الدولة بضرورة الاهتمام بالزراعة وتوفير مدخلات الإنتاج. بمناسبة عيد الحصاد ونحن في محل الدال والمزموم وفي مزرعة أخونا الزين الريمون، والذي حقيقة نحتبه هو النموذج المزارع، ممكن يكون هو نموذج لكل المزارعين. حقيقة هذا العمل يعني عمل تقني محتاج له في هذه المرحلة، وحقيقة يعني المشروع ما رأيناه مشرف. سير التركيز لا ما مجزي. أنا يعني الفدان بالنسبة لليد العام الفدان بعشر ألف، حصل فدان الواحد بعشر ألف، يعني الخمسة فدان بخمسين ألف. ده اللي أنا سأل إيش ده مقاول على الفدان 5000. يعني بالنسبة لسير كمان في السوق ما مجزي. مساحة شاسعة مضرة تبشر بإنتاجية عالية تصل إلى 10 جولات للفدان، تسهم بدورها في دعم اقتصاد الولاية وإنعاش الجبهة للزكاة. ومساحات كبيرة إنتاج ما شاء الله وفير، ونتمنى أن كل المزارعين يتبعوا التقنيات الزراعية بتوجيهات من وزارة الزراعة. نتمنى إن شاء الله من كل المزارعين والرعاة أن يعيشوا ويقبل أول الآخر، وإن شاء الله نحن بإذن الله تعالى كزكاة مستفيدين بجد. الآن نحن في موقع مواقع الإنتاج في مزرعة طبقت فيها كل النماذج، تقاوي محسنة، تحضير جيد، استخدام مبيدات، الآن في الحصاد. إن شاء الله الموسم مبشر جدا، نحن يمكن متركزة في الذرة 3 مليون فدان. والي سنار العالم إبراهيم النور أكد اهتمام حكومته بالزراعة وتذكر كافة العقبات التي تواجه المزارعين. في موقع في جزء جنوبي لولاية سنار، وبندشن الموسم هذا الموسم بحصاد الذرة في هذا اليوم المبارك في مزرعة أو في مشروع أخونا الزين الريح، وحقيقة هو مشروع نموذج للزراعة المطرية. نحن نسأل الله أنه يعني يوفقنا في أنه نحفظ الحقوق للناس، وكل زول نكون قاعد في موقعه، وكل زول يعني يحميه القانون السائد في الولاية إن شاء الله. وسط إنتاجية عالية للذرة انطلقت عمليات حصاد هنا في محلية الدال والمزموم وسط مناشدات المزارعين بالضرورة الاهتمام بالزراعة ودعمها. هذه إسماعيل تلفزيون السودان، ولاية النار، محلية الدال والمزموم. التقى والي ولاية البحر الأحمر بالنيابة فتح الله الحاج أحمد وفد مجموعة شركة الدال بحضور لجنة عمليات الدفاع المدني ومدير شركة المياه الهندسية شباب مبادرة بوس السودان لطارئ الخريف، وذلك للتفاكر في آلية المساندة لدرء آثار السيول والأمطار بالله.
وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة الدال عارف نجم الدين أن الاجتماع يأتي في إطار مساهمة مجموعة الدال في مساندة المتأثرين من السيول والأمطار وتنظيم الدعم والإيواء بجانب المساهمة في مجال الدفاع المدني بالولاية. بحثت حكومة ولاية وسط دارفور برئاسة أمين عام الحكومة مع وفد وزارة الزراعة الاتحادية سبل توطين زراعة موز بوسط دارفور ضمن محاصيل الصادر لما تمتاز به الولاية من مناخ وأراض زراعية تصلح لإنتاج الموز بغرض الصادر. من جانبه أكد بدر الدين الشيخ مستشار زراعة الموز بوزارة الزراعة الاتحادية أن المشروع سوف يلعب دورا كبيرا في دعم خزينة الولاية بصادر الموز ضمن خطة الحكومة لإنتاج الموز بولايتي وسط وجنوب دارفور، موضحا أن المشروع سيبدأ العمل فيه رسميا مطلع العام 2023. بحث الاجتماع المشترك بين حكومة ولاية النيل الأبيض مع هيئة سكك حديد السودان بحث أوجه التعاون المشترك والرؤية الكفيلة للارتقاء بقطاع سكك حديد ومعالجة المعوقات التي تعترضه بالولاية. وأكد المهندس يوسف فضل المولى ممثل والي النيل الأبيض دعم حكومة الولاية لقطاع سكك الحديد باعتباره واحدا من الأعمدة الاقتصادية الكبيرة التي ترتكز عليها الدولة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بالبلاد. قال إن طير قطاع السكة الحديد ينعش العملية الاقتصادية بالأصل نقل المحاصيل والثروة الحيوانية بولاية. من جانب أعلن المهندس وليد محمود أحمد مدير عام السكة الحديد السودان عن جاهزية خطوط السكة الحديد لاستئناف عمليات نقل البضائع. وجه والي نهر النيل المكلف محمد البدر عبد الماجد الشركات المنفذة لمشروعات الطرق الداخلية بمسارعة الخطى للعمل فيها وفق المواصفات والمعايير الفنية والهندسية المطلوبة. جاء ذلك خلال تدشين عمليات السفلة بالشارع تربع عبرة وكبري منطقة خليوة الرئيسي. بتمويل ودعم من ولائي خزشنا والي نهر النيل المكلف الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد بداية انطلاقة العمل الفعلي في سلة شارع الدكاترة الذي يعتبر من أعرق وأبرز الشوارع الرئيسية بمدينة البرة. يمكن الخطة لنا فيها طريق الدكاترة وفيها طريق سيلك وفيها طريق العمل الغذائي، وإن شاء الله إن شاء الله نحن مع أخواننا في محلية العبرة أن نستحاول يعني معالجة كل الطرق داخل المدينة، ويمكن هي طرق حيوية. شايف الشارع ده الآن يعني زادت المساحة لته واتنظف ويمكن بقى مزج، وكذلك إن شاء الله شارع السيلك حيتم فيه شغل متواصل على أساس الناس تجهزه، والشارع بتاع الأمن الغذائي. المحطة الأخرى من عمليات السفرة كانت بمنطقة خليوة الذي يربط مدينة عطبرة بالشمالية الولاية وباعتباره إحدى أهم الكبائر الاستراتيجية ومساهمته في ربط المدينة بمواقع الإنتاج. وهو شارع عمل مواصفات يعني جديدة عبر المهندسين المدنيين المشرفين على الصعيد، وهو يمكن هيتعامل بالنسبة لحد بكرة توقعت إن شاء الله، لكن ما حيتم فتح الشارع نسبة لأنه برضه في شغل ثاني شغل بتيضاء الحمد لله اكتمل. وفي مسألة بتاعت البارك اللي هي ممتدة من بداية الشارع لحد المسجد الكبير وحد ما ينتهي، والناس حيكون شارع حيكون شارع مرتب جدا إن شاء الله نموذج في عطبرة ويتم على خير إن شاء الله. الخطة التي دفعت بها حكومة ولاية نهر النيل اتجاه التعزيز وتطوير قدرات المشروعات البنية التحتية تشكل واقعا جديدا يساهم بدوره في استقرار وتركيز الخدمات للمواطنين. خالد على أحمد تريزن السودان ولاية نهر النيل. شهدت أسعار الذهب تغييرات طفيفة متأثرة بسعر المعدن الأصفر عالميا مع زيادة التداول على الذهب في البورصة العالمية.
أسواق المضارف تشهد هذه الأيام تدفق كميات كبيرة من وارد السمسم، بينما ظلت أسواق البيض في حالة استقرار في الوارد والأسعار. إليكم أسعار بعض المحاصيل من أسواق البيض. جايبنا من الأخبار الرياضية ضمن هذا العرض الإخباري تحية واحترام محور ويدا. شكرا للأخبار العالمية، ثم ننتقل بعد قليل إلى الأخبار الرياضية. شكرا لك. أعلن مجلس